طب يلا بينا. بسم الله. بص بقى النت اهو اشتغل اهو. هنعمل ايه بقى؟ نفتح المتصفح كده. لو انا جيت على كارت النتورك بتاعي، طيب خش على كارت النتورك بتاعي اهو، ده الكارت، دبل كليك عليه ديتيلز. انتم ملاحظين ان هو اخد ايه؟ اخد اي بي وماسك وجيت واي وكل حاجه. انا لو دخلت على الاعدادات من جوه بروبرتيز هلاقي ان هو متظبط انه ياخد اي بيهاته اوتوماتيكالي، تمام. طب اخد كام بقى؟ اهو بص يا سيدي، اشهر حاجه منتشره ان هو ياخد 192.168.1.1.1.2.1.3. طب مين الجيت واي بتاعي؟ 1.1. طب مين اللي وزع عليا هذه الاي بيهات؟ الدي اتش سي بي سيرفر اللي هو نفسه 1.1. تمام كده. او ما انا عامل ايه بقى؟ افتح البراوزر واكتب في البراوزر 192.168.1.1، انتر. ادفانسد. ام جاي ايه؟ بص على فكره الراوتر ده هو مكتوب هنا، ده ايه ده؟ هم غيروا الراوتر ولا ايه؟ واضح ان ده راوتر تاني غير اللي احنا دخلنا عليه المره اللي فاتت. الراوتر ده مش تي داتا، هو بص الاتش دي اختصار ايه؟ هواوي. هواوي موديل كام تحديدا؟ اللي هو 630. ده هواوي عامله كذا موديل من الراوترات بتاعتها. مفترض بقى ده اليوزر وباسورد، بس ده غير الراوتر اللي احنا دخلنا عليه المره اللي فاتت. تعال نجرب كده. ادمن طبعا غلط. طبعا الحل الوحيد دلوقتي عشان ادخل عليه ان انا اعمل له ايه؟ اعمل له ريسيت. الراوتر اللي احنا دخلنا عليه المره اللي فاتت كان فودافون، وانا كنت عارف اليوزر والباسورد بتوعه. ده انا مش عارفه. الله اعلم هم هنا مغيرينهم ولا مش مغيرينهم. بس انا هكتب ايه دلوقتي؟ ديفولت. انا الراوتر مش معايا عشان اعرف اليوزر والباسورد بتوعه، ممكن يكون مكتوب على ظهره باسورد محدش يعرفها. طب انا هكتب ديفولت يوزر اند باسورد لمين بقى؟ للاتش جي 630 في 2 فيرجن 2. تعال نشوف كده بيجي من مصنع بايه. اليوزر بص بيقول لك الراوتر ده بيجي من مصنع، الاي بي بتاعه 1.1، والباسورد موست كومون ادمن. تعالوا كده نجرب روت ادمن. روت طيب واضح ان مش هو ده الراوتر اللي احنا دخلنا عليه المره اللي فاتت. خلاص بقى انتوا كده فهمتوا الفكره. هبقى انا المره الجايه ان شاء الله احاول اعرف الباسورد بتاعته منهم ونخش عليه. بس احنا شفنا اهو موديل تاني. فين ملف ال بس احنا شفنا الموديل ده ودخلنا عليه كان الباسورد بتاعته ايه؟ الديفولت ادمن. يعني اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب طب بصوا بقى الوضع بتاعنا دلوقتي هيكون كالاتي. طالع من الاي اس بي السويتش الجديد اللي احنا اتكلمنا عليه اسمه ايه؟ ديسلام. وده هيطلع منه كابلات لكل كاستمر. خليني انا في الراوتر بتاعي اهو، ده الراوتر بتاعي. الراوتر بتاعي ده فيه فتحه ار جي 11 هيوصل بيها الكابل اللي جاي من السنترال. بصوا بقى كان في حاجه بتحصل زمان مع التليفونات مش عايزينها تحصل كمان مع الانترنت. ايه الحاجه ديت؟ ان حد يجي يسرق كابل التليفون بتاعك ومجاي جايب عنده قد التليفون يوصلها فيه ويتكلم منه، تيجي انت ترفع السماعه تسمع صوت حد بيتكلم. هل وارد ان ده كمان يحصل في الانترنت؟ لا، عملوا حاجه تحميك من حاجه زي كده. ان حد يسرق الكابل بتاعك ده وهو ماشي وداخل لشركتك او لبيتك ويقوم جاي هو حاطط ايه؟ حاطط راوتر عشان هو يسرق النت بتاعك. عملوا ايه بقى؟ فاكرين بروتوكول اخدناه
قلت لك فيه مميزات مش موجوده في اي راوتنج بروتوكول تاني اللي هو كان اسمه ايه التريبل بي. التريبل بي كان فيه خاصيه رائعه اسمها ايه اوثنتيكيشن. ده عباره عن خاصيه اقدر استوثق منها من شخصيه الطرف اللي قدامي. يعني لو ده بعت داتا الاي اس بي عشان عايزه يطلعه نت، ازاي الاي اس بي يستوثق ان الطرف او الشخص اللي قاعد هنا هو الشخص الموثوق فيه اللي فعلا موصل نت منين؟ من الشركه، مش حد سارق كابل التليفون بتاعه وموصل نت ايه من خلاله. ايه اللي يثبت؟ والله لو انت كان عندك التريبل بي انت هتعمل ايه؟ كان السيرفيس بروفايدر هيديك يوزر وباسورد تحطهم هنا، صح كده؟ وبالتالي لما تيجي تبعت داتا لازم تبعت له نسخه من اليوزر نيم وباسورد، وهو يشوف لو اليوزر والباسورد دول صح حسب ما هو اداهم لك، والمفترض ما حدش يعرفهم غيرك. خلي بالك دول غير ايه؟ غير اليوزر والباسورد اللي استخدمناهم عشان نخش على ايه؟ نخش على الراوتر. دول حاجه. اليوزر والباسورد اللي استخدمناهم عشان نخش على الراوتر ده عشان اعمل اعدادات للراوتر اللي هم باي ديفولت بيبقوا ايه؟ ادمن. لكن اليوزر والباسورد دول بيديهم لك شركه النت، اما انت بتكلمهم خدمه العملاء بيبعتهم لك على رساله على الموبايل او يبعتهم لك على الميل. تبدا تحطهم على اعدادات الفتحه دي، من خلالهم الراوتر بيتاكد ان انت فعلا العميل التراستد الموثوق فيه، مش حد سارق الايه الكابل. بس المشكله ان الخاصيه دي كانت في بروتوكول ايه؟ التريبل بي، صح كده؟ احنا هنا ما عندناش بروتوكول تريبل بي، احنا البروتوكول اللي شغال هنا قلت لك اسمه ايه؟ اي تي ام. ده اللي بيعمل ايه في الداتا قبل ما تطلع؟ يحط لها فاكرين الرقم ده اهو البي بي اي في سي اي اللي هو باي ديفولت هيبقى كام عندنا؟ 0.35، ويحط لها كمان ايه حضرتك؟ اف سي اس. التريبل بي ده كان بيشتغل فاكرين على فتحات السيريال، كنت بخش كده جوه الفتحه السيريال اقول له انكابسوليشن تريبل بي. طب عملوا ايه بقى عشان يتغلبوا على هذه المشكله؟ اخترعوا بروتوكول اسمه تريبل بي او اي، ده عباره عن سوفت وير اخترعوه ينفع تشغله على الفتحه الار جي 11 جنب انهي بروتوكول؟ جنب الاي تي اف. يقوم يعمل ايه؟ كل المميزات اللي احنا اخذناها في بروتوكول التريبل بي موجوده في هذا البروتوكول. كان ايه؟ هضيف مميزات زياده على الفتحه ديت بحيث ان انت تقدر تعمل موضوع الاوثنتيكيشن وبالاضافه لحاجات تانية كتير اخذناها في بروتوكول التريبل. عشان كده بنيجي نعمل ايه بقى هنا؟ ودي من ضمن الاعدادات اللي اتكتب على الفتحه دي. الفتحه دي اول خالص لازم تخش على اعداداتها ولا بقول لك ايه؟ البي بي اي الفي سي اي اللي هيتم استخدامه 0.35، وبعدين يا فاتحه شغالي عندك ايه؟ التريبل بي او اي. ساعتها لو شغلت التريبل بي او اي على الفتحه ديت تقدر تدي الفتحه دي يوزر وايه؟ وباسورد. ايه اللي يحصل؟ في بدايه تشغيل هذا الراوتر بيتم ارسال اليوزر والباسورد للراوتر بتاع الاي اس بي. الراوتر الاي اس بي بقى عنده ايه؟ عنده لسته باليوزرز والباسوردز بتوع كل العملاء اللي موصلين منه ايه؟ نت. يبدا يقارن اليوزر والباسورد اللي انت بعتهم له باليوزر والباسورد اللي ايه؟ اللي في قاعده البيانات عنده. لو لقاه موجود يوصل لك ايه؟ يوصل لك نت، وتلاقي النت اشتغل عندك. لقاه مش موجود او الباسورد غلط او اليوزر غلط، النت مش هيشتغل عندك. ده كده هيحميك من اي حد يسرق كابل التليفون بتاعك. ده بالاضافه ان اليوزر والباسورد دول ليهم فايده ثانيه. هو بقى عنده بيسجل ان فلان الفلاني اللي اليوزر بتاعه كذا والباسورد بتاعته كذا بيظبط عنده بقى بناء على هذه البيانات السرعه اللي انت اشتركت فيها. انت عايز سرعه كام؟ 1 ميجا ولا 2 ميجا ولا 3 ميجا ولا 4 ميجا؟ فبناء على هذه البيانات تلاقي بقى ايه؟ بعد ما يتاكد من شخصيتك، انت ابراهيم، انت حسين، انت علي، صدق ده انت الكاستمر اللي موصل عندنا نت سرعته كذا، هتلاقي النت اشتغل عندك سواء 4 ميجا او 2 ميجا او 8 ميجا بناء على البيانات اللي انت ايه؟ اللي انت اخذتها. طبعا لو في كاستمر تاني موصل نت من نفس السنترال هيبقى ليه هو كمان الايه؟ اليوزر والباسورد بتوعه. لو في كاستمر تالت هيبقى ليه اليوزر والباسورد بتوعه. عشان كده كان في حاجه بتحصل معرفش شغاله دلوقتي ولا لا،
عارف كان ممكن ايه اللي يحصل؟ الراجل ده مثلا موصل نت 8 ميجا وانا موصل نت ايه 1 ميجا، تمام. الراجل ده مثلا مسافر ولا رايح ولا ده قريبي يوم جاي هو عاطيني اليوزر والباسورد ايه بتوعه هو، انا لما شغل الراوتر عندي اكتبهم، بس خلي بالك اليوزر والباسورد ما ينفعش يتم استخدامه غير مره واحده بس. بمعنى لو انا كتبت عندي اليوزر والباسورد بتاع ده عندي النت يفصل عنه، طب لو هو كتبه عنده النت يفصل ايه عندي، يعني اليوزر والباسورد غير صالح استخدام غير على اي اتصال واحد بس، راوتر واحد بس. هي الفكره ايه؟ ان اليوزر والباسورد ده متسجل في قاعده البيانات ان هو موصل 8 ميجا، يعني انا ممكن لو شغلت الراوتر ده وحطيت اليوزر والباسورد بتاع الشخص ده الاقي النت اشتغل عندي كام حضرتك؟ 8 ميجا، بس هو مش هيعرف يستخدم، هو لو دخل عنده يفصل ايه؟ يفصل عندي، تمام كده؟ ازاي بقى ادخل هذه الاعدادات؟ بص كده يا سيدي على الراوتر، المره دي بقى هخش على اعدادات فتحه الوان او الانترنت مش اللان. احنا شفنا الراوتر اهو، احنا شفنا خلصنا اعدادات فتحه اللان، فتحه الانترنت بقى اللي هي الار جي 11. بص يا سيدي تخش عليها، طبعا ده لو 8 لا اعدله خليه ايه 0، اكتر حاجه منتشره دلوقتي 0.35، لو سبته على 8 النت مش هيشتغل عندك. وبعدين بص انزل هنا كده، انزل تحت هشغل على الفتحه دي بروتوكول ايه؟ التريبل بي او اي، التريبل بي او اي. طب وبعدين بعد ما اشغله احط هنا ايه حضرتك؟ يوزر وباسورد. لو انت ما حطيتش الرقم ده او كتبت يوزر وباسورد غلط النت مش هيشتغل عندك، تمام كده؟ اي سؤال لحد دلوقتي؟ حلو جدا، تعالوا نرجع تاني. حاجه كمان مهمه وبرضو التريبل بي او اي او التريبل بي هيحلها، مش احنا عايزين الفتحه دي تاخد اي بي؟ الفتحه دي تاخد اي بي، والمفترض اي بي الفتحه دي ما يكونش متكرر مع اي جهاز تاني على مستوى العالم. مش احنا قلنا اي بي الفتحه دي هيبقى اي بي ايه حضرتك؟ يبقى اي بي بابليك، واي بي الفتحات اللي جوه كلها اي بيات ايه؟ ها؟ برايفت. والمفترض ده اصلا بيجي من مصنع شغال عليها النات، انت تقدر تتحكم براحتك وتغير في الاي بيات اللي جوه، كده كده الناس وهي طالعه هتتبدل بايه؟ باي بي الفتحه دي. اي بي الفتحه دي بقى مش انت اللي بتحطه بمزاجك، امال ايه؟ السيرفيس بروفايدر هو اللي بيحدده لك، اما بطريقه ستاتيك. ستاتيك يعني ايه؟ يعني هو يقول لك خد الاي بي ده حطه عندك ويبقى ثابت، او بطريقه دايناميك. يعني ايه؟ يعني الراوتر ده يشتغل الفتحه دي تاخد اي بي لوحدها. فاكرين دي كانت من ضمن المميزات اللي في بروتوكول التريبل بي، كان من ضمن مميزات بروتوكول التريبل بي اوبشن اسمه اوتو اي بي كونفيجريشن. بص بقى السيرفيس بروفايدر يعمل ايه؟ يقوم عامل اعدادات على الراوتر ده يشغل عليه التريبل بي او اي بس از سيرفر، ويحط فيه ايه بقى؟ ويحط فيه مجموعه اي بيهات، بول بيسموها بول، مجموعه اي بيهات. والراجل ده انت كده كده بتيجي عليه وتعلم على انهي اوبشن؟ تريبل بي او اي، فبيشتغل از تريبل بي او اي كلاينت. ومين اللي يحصل بقى؟ الراوتر ده اول ما يشتغل يروح يكلم السيرفر بتاع الاي سي يقول لو سمحت انا محتاج اي بي، يقوم السيرفر بتاع الاي سي بي عامل ايه؟ عاطيله اي بي من الايه؟ من البول اللي عنده. انت كده هتاخد اي بي بطريقه اوتوماتيكيه. مش المحاضره اللي فاتت فاكرين عملنا ايه؟ وفينا الراوتر ده؟ وشغلنا تاني، ايه اللي حصل في الاي بي ده؟ اتغير، صح كده؟ فاكرين؟ حتى انا قلت لك لو في موقع عمل لك بلوك او قال لك استنى 24 ساعة عشان تحمل منه حاجة ما تستناش، راستر الراوتر وشغله تاني. ليه؟ لما هتراستر الراوتر وهو بيشتغل من جديد هيروح يكلم الراجل ده يقول له انا محتاج اي بي. الراجل ده بقى مظبط نفسه وعنده كده شوية اي بي هات. لما بيجي حد بيجي له يديله اول اي بي، اللي بعده يديله تاني اي بي. حتى انت لو طفيت الراوتر بتاعك وشغلته تاني هيديك تالت اي بي. طفيته وشغلته تاني يديك رابع اي بي، خامس اي بي، سادس اي بي، وهكذا. هو بيوزع بطريقه اوتوماتيكيه. عملوا كده ليه؟ عشان انت ككاستمر ما تتعبش، انت يا دوبك توصل الراوتر ما تشغلش بالك، مش لازم بقى تكلم خدمه العملاء وتعرف منهم الاي بي اللي هتحطه هنا وهكذا، لا حضرتك شغل بس على الفتحه دي بروتوكولها التريبل بي او اي
تلاقي الفتحه دي اخذت اي بي بطريقه ايه؟ طريقه اوتوماتيكيه. اي سؤال لحد دلوقتي؟ اذا ايه فايده التريبل بي او اي؟ اخد منه خاصيه الاوثنتيكيشن واخد منه خاصيه الايه؟ الاوتو اي بي كونفيجريشن. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب يا ترى الاي بي اللي عندنا هنا اللي الراوتر اخده كام؟ شفنا احنا طريقه يا اما تخش على الراوتر تعرفه يا اما تفتح جوجل وتكتب ايه؟ تكتب what is my IP. افتح بقى اي موقع من المواقع ديت هتلاقي بيقول لك بص ده الاي بي البابليك اللي العالم كله شايفني ايه؟ شايف ان انت موصل نت من تي داتا وان انت منين؟ من اسكندريه زي ما شفنا المره اللي فاتت. اي سؤال لحد دلوقتي؟ احنا كده شفنا لاير 3 التريبل بي او اي والاوتو كونفيجريشن والاوثنتيكيشن، عرفنا ان اليوزر والباسورد يتصمموا على راوتر واحد فقط. ديفولت روت بص بقى في الراوتر شويه للدات بتعرفك ان شغلك صح. ايه اللي الدات ديت بقى؟ تعالى نرجع للصفحه بتاعت الراوتر راحت فين. بص الراوتر ده كده، الراوتر ده عرفنا طبعا الفتحات دي الار جي 11 ار جي 45 بتطفيه وتشغله من هنا، من هنا تعمل ريسيت ليه وده بتوصل بيه الادابتور اللي مده ويغذيه بالكهرباء. طب انزل بقى كده هتلاقي الراوتر ده في شوية ليدات لومض. ايه اللومض دي بقى؟ اللومض دي بتقدر تعرف من خلالها انت شغال صح ولا في مشكلة. اول لداية باور، لو انت موصل بالجهاز كهرباء تنور فبتعرف منها، لو مش منورة يبقى انت كده فاصل عنه الكهرباء، الفيشة مش واصلة وهكذا. تاني لداية اسمها دي اس ال، تلاقي مكتوب عليها كده دي اس ال، الداية اللي بعدها مثلا ديت بقى ممكن تبقى ثابته منوره وثابته، ممكن تبقى بتنور وتطفي. لو حضرتك كاتب اليوزر، اروح كده بس سريعا للصفحه ديت، لو حضرتك كاتب اليوزر والباسورد غلط او الفي بي اي في سي اي غلط او مش موصل الكابل الار جي 11 مش موصله او موصله بس فاصل من الناحيه الثانيه من عند السيرفيس بروفايدر، من الاخر اتصالك بالسيرفيس بروفايدر هنا هيفشل. اما بقى لو الكابل سليم الفي بي اي في سي اي غلط اليوزر والباسورد غلط، حضرتك هتلاقي الليد اللي هي اللي مكتوب عليها دي اس ال ديت عماله تنور وتطفي. قاعد فين؟ دي عماله تنور وتطفي. طب لو انت الكابل بتاعك تمام وواصل الناحيه الثانيه من السنترال تمام واليوزر والباسورد صح والفي بي اي في سي اي صح، يبقى كده الليد هتثبت، ده دليل ان انت شغلك ايه صح. بس مش معنى ان الليد ثبتت ان النت يشتغل، ممكن تكون انت مش دافع الفاتوره فالنت مفصول عنك، لكن اتصالك صح واليوزر والباسورد صح. ممكن يكون في مشكله في السيرفيس بروفايدر عن شركه النت، في حاجه عندها مخليها النت ما تشتغلش لكن انت اعداداتك صح، فساعتها هتلاقي ليد تانية اسمها انترنت. الليد دي لو منورة اللي هي بقى ايه تالت واحدة دي، الليد دي لو منورة وثابتة يبقى كده النت شغال عندك، عمالة تنور وتطفي معناها النت مش ايه مش شغال لأي سبب بقى من الاسباب، فاصل من الشركة لأي سبب فني عندهم او انت مش دافع فاتورة النت وهكذا. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ها طب الليد الرابعة دي بتاعت ايه؟ مش احنا عندنا في الراوتر ده فتحتين، فتحه ار جي 11 وفتحه ار جي 45؟ لو انت بقى وصلت كابل من الفتحه الار جي 45 بالاجهزه بتاعتك اللي جوه شبكتك تلاقي الليد الرابعه دي نورت، اللي مكتوب عليها ايه بقى؟ اللي مكتوب عليها ليد. اذا الليدات دي بقدر اعرف منها الدنيا شغاله عندي ولا المشكله؟ للفتحه اللي هي الار جي 45. تنور وتطفي يعني؟ لا ممكن تكون الار جي 45 دي فيها ريد تنور وتطفي وهو بيبعت داتا، لكن الطبيعي ديت تبقى ثابته. تمام؟
ساعات يبقى في ريد تانية تنور وتطفي وانت عماله تبعتي وتستقبلي داتا. يعني تعالوا كده حتى نشوف شويه صوره. معلش تاني كده. معلش قولي تاني. دي الفرق ما بينها وبين تاني لمبة. هقولنا دي بتاعت النت. النت شغال عندك ولا مش شغال؟ دي؟ ها؟ بس الار جي 11. دي ار جي 11 ودي ار جي 45. تعالوا نشوف صور اوضح. اي دي اس ال راوتر ليدز. شوف مثلا الصوره ديت. بصوا باور اي دي اس ال انترنت. دي لو انت موصل له باور. اي دي اس ال يا باينه عندكم ولا مش باينه؟ دي مكتوب عليها اي دي اس ال. لو انا كاتب الفي بي اي والفي سي اي صح واليوزر والباسورد صح والكابل الار جي 11 واصل تمام والناحيه الثانيه عند السيرفيس بروفايدر تمام. انترنت لو النت اشتغل عندي. ممكن النت ما يشتغلش عشان ما دفعتش فاتوره مثلا، عشان في مشكله عند السيرفيس بروفايدر وهكذا. انترنت يعني بص هنا اي دي اس ال ثابته وانترنت مالها مطفيه. وايرلس لان دي لما تدرس الوايرلس تعرفها. لو انت عندك الجهاز بتاعك ده شغال يبني شبكه واي فاي برضو جنب الوايرد. اللان بقى بص هنا تلاحظ في حاجه غريبه، في لان 1 ولان 2 ولان 3 ولان 4. بصوا الراوتر اللي انا شرحته لكم ده، انا قلت لكم الراوتر هيبقى على الاقل فيه كام فتحه؟ فتحتين، واحده ار جي 11 والثانيه ار جي 45. لكن بص في الصوره ديت، شايف الراوتر ده فيه كام فتحه؟ واحده ار جي 11 واربعه ار جي 45. وملاحظ كمان طالع منه الانتنه ديت. ايه بقى القصه دي؟ تعالى اشرحها لك سريعا. بصوا كده، انت عشان تبني شبكه محتاج سويتش توصل بيه الاجهزه بتاعتك، وعشان تربطها بالانترنت محتاج ايه؟ راوتر يبقى فيه فتحه لان والناحيه الثانيه توصل بايه؟ الانترنت، صح كده؟ يبقى انت احتجت كام جهاز دلوقتي؟ سويتش لربط الاجهزه وراوتر عشان يربطك بالانترنت. طب لو عايز تبني شبكه واي فاي، هندرس ان شاء الله جهاز ان شاء الله بتعمق في الشبكات. تدرس بقى في كورس اسمه سي سي ان اي وايرلس، تبني شبكه وايرلس. جهاز مشهور كلكم بتستخدموه في بيوتكم في كل حته اسمه اكسس بوينت. ده الجهاز اللي يخلي الشبكه بتاعتك تبقى وايرلس، يعني لو انت بقى معاك موبايل معاك تابلت وهكذا الدنيا تشتغل وايرلس. بص انا احتجت كام جهاز؟ اكسس بوينت وسويتش وراوتر. لا حضرتك اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ ان شركه النت بتديك جهاز جاهز. الجهاز ده عباره عن 3 في 1. يعني ايه 3 في 1؟ يعني هو راوتر وسويتش واكسس بوينت في بعض. انت تلاقي جهاز واحد قدامك اهو عباره عن حته بلاستيكه واحده، في ار جي 11 وفي اربع فتحات ار جي 45 وفي انتنة. بس هو في حقيقه الامر من جوه 3 اجهزه في بعض متصنعين في قطعه واحده. يعني بص هو من جوه هنا بقى خيال واسع شويه عشان تتخيل منظره من جوه. الاربع فتحات دول سويتش مزروع جوه نفس القطعه. تطلع منه كام جهاز؟ 4 اجهزه. وفي راوتر جوه انت مش شايفه. جوه. في كام فتحه؟ الار جي 11 هتوصل بالنت، وفي من جوه كده مش باينه كابل طالع منه واصل بايه؟ بالاربع فتحات اللي من جوه. وفي جوه انت برضه مش شايفها اكسس بوينت واصله بايه؟ كل ده جوه. خيال واسع بقى عشان تتخيل المنظر من جوه. انت ليك ايه؟ انت ليك ان انت شايف من بره فتحه ار جي 11 واربع فتحات ار جي 45، ده سويتش مزروع جوه ايه؟ جوه الراوتر.
وشايف انتنا كده طالعه يعني ده كده شغال كمان اكسس ايه اكسس بوينت. اي سؤال لحد دلوقتي؟ وهو ده الجهاز اللي هنا ده. انت هتوصل دي بالسنترال ار جي 11 والاربع فتحات دول بالاجهزه بتاعتك. حتى هو رسم لك رسمه هنا توضح لك الدنيا. بص ده جاي اهو من التليفون وده باللابتوب بتاعك، ولو في انتنه كمان تقدر تبني شبكه واي فاي عشان تشتغل وايرلس. اي سؤال لحد؟ طبعا ده الزرار اللي بتعمل منه ريسيت وهكذا. ده يفسر بقى في الصور ديت ليه في لان 1 ولان 2 ولان 3 ولان 4. والله لو انت موصل جهاز بالفتحه الاولانيه تلاقي الليد بتاعت الفتحه الاولانيه نورت، الثانيه الليد الثانيه تنور وهكذا بقى. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ها تمام اهو ده برضو فيه ليدات من قدام وهكذا. نرجع تاني للاجنده شفنا كده. تعالى بقى اشرح لك دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط لو انت قاعد على جهازك وعايز تطلع ليد. طيب بص بقى الوضع عندنا عشان نلخص اللي فات عشان ما تتوهوش. هيبقى عندنا كالاتي. ادي يا سيدي شبكه الانترنت. عشان اتربط بيها لابد ان انا اتربط باي راوتر من الراوترات اللي فيها، واول راوتر هتعدي عليه الراوتر بتاع الاي اس ايه؟ الاي اس ايه. المهم ان انت تلاقي وسيله تربطك بالراوتر ده. فاشهر وسيله مستخدمه وارخص وسيله ان انت تجيب عندك الراوتر اللي اسمه ايه؟ اي دي اس ال مودم راوتر. يطلع من عندك فتحة ار جي 11 توصل. توصل الناحية التانية قلنا ما بتوصلش دايركت بالراوتر ده، بتعدي في السكة على ايه؟ على الدسلام اللي هو السويتش ده. السويتش ده عنده جدول، الداتا اللي جاية له لابد يكون فيها الرقم. الرقم ده لما يوصلوا الداتا يعرف اذا كان هيطلعها كده ولا هيطلع، لان كذا كاستمر موصلين في كذا راوتر تاني غيرك واصلين. فلابد الراجل ده لما تجيله الداتا يكون فيها رقم عشان يعرف طبعا احنا عايزين نطلعها ازاي. يطلعها كده عشان يتربط بايه؟ بالانترنت. تمام كده. طب والناحيه دي؟ الناحيه دي حضرتك عندك سويتش، والسويتش او ممكن يكون الراوتر نفسه جواه ايه؟ جواه سويتش 4 بورد عشان توصل الاجهزه ما تحتاجش تشتريها سويتش. بس احنا خلينا في الديزاين ده. قلنا اوتوماتيك الفتحه دي واخده كام؟ 1 9 2 1 6 8 1 1 وشغال على دي اتش 3. فتلاقي ده اخذ 1 2 وده اخذ 1 3 وده اخذ 1 4 وتلاقي الجيت واي لكل دول، الجيت واي لكل دول 1 9 2 1 6 8 1 1. واحنا متفقين ان كل جهاز من الاجهزه دي ماك، صح كده؟ يعني ماك الجهاز ده مثلا اكس، ده واي، ده زد، واتفقنا ان فتحه الراوتر كمان بيبقى ليها ايه؟ ماك، يعني هنفترض الماك بتاع الفتحه ديت ام. وقلنا الماك ده بيبقى على الفتحات اللان الار جي 45. الفتحات بتاعت الوان سواء سيريال او ار جي 11 ما بيبقاش ليها ماك. مفيش حاجه اسمها ماك على الفتحات دي. الماك ده اصلا معمول عشان خاطر عيون السويتشات اللي هي الار جي 45 اللي هي الايثرنت. فالفتحات دي مالهاش ايه؟ مالهاش ماك. طب الداتا دي لما تطلع تعدي على السويتش لا بيتحط لها حاجه اسمها ايه؟ في بي اي في سي او اللي هو بالنسبه لنا هيبقى كام وهي طالعه يتحط كام؟ زيرو ها 35. الجدول بتاع السويتش ده متظبط ان لو جات له داتا بتسال على 0 35 تطلع ازاي؟ تطلع كده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طب الفتحه دي هتاخد اي بي ازاي؟ قال لك بقى ما احنا هنشغل هنا ايه؟ ها التريبل بي او اي، وناخد منه حاجتين مهمين جدا. خاصيه الاوثنتيكيشن عشان السيرفيس بروفايدر يتاكد من هويتي بوضع يوزر وباسورد. وخاصيه ايه؟ الاوتو اي بي كونفيجريشن عشان الراوتر ده لما يشتغل الاقي الفتحه دي اخذت اي بي اوتوماتيك بدون تدخل مني.
مثال مثلا ممكن تلاقي اي بي الفتحه ديت مثلا يعني 40001. اذا الناس دي كلها اللي في الشبكه البرايفت بتاعتي وهم طالعين نت المفترض يخمسوا في كام؟ ف 40001. ما تقلقش كده كده ده بيجي شغال عليه النات باي ديفولت بدون تدخل منك. النات اللي من نوع ايه؟ اللي هو ميني 2 1 اللي احنا قلنا برضه بيسموه باد. اي سؤال لحد دلوقتي؟ وقلنا كل ما تطفي الراوتر وتشغله ايه اللي بيحصل في اي بي الفتحه ديت؟ بيتغير. اي سؤال؟ تعالى بقى تخيل معايا لو انت قاعد هنا على الجهاز ده وعايز تبنج على، بصوا الاي بي ده مشهور قوي هناخده لسه بنتكلم عليه، 4 8. 4 8 ده اي بي لسيرفر موجود في الانترنت لا غنى عنه، بنحتاجه في حاجه كده اسمها دي ان اس هنشرحها بالتفصيل لسه. المهم ان انا عايز اكلم حد ما موجود في الانترنت، ده جهاز هنا موجود الاي بي بتاعه 4 8. تعالى بقى اوريك ايه اللي هيحصل من اول ما الداتا تطلع من عندك لحد ما توصل لمين؟ الاربع ثمانيات. الاول اول ما تكتب امر بنج، مين البروتوكول اللي يشتغل من غير ما انت تحس كده اللي هو الاي اي سي ام بي، صح كده؟ اول ما تكتب بنج يجهز رساله قلنا اسمها ايه؟ ايكو ريكويست. معناها بالبلدي ايه؟ لو انت موجود رد عليا. طيب وبعدين الداتا دي قبل ما تطلع لابد يتحط لها ايه حضرتك قبل ما تطلع؟ اي بي هات وايه ومكات. طب بص يا سيدي الاي بي هات مين اللي هيحطها؟ اي بي فيرجن 4 ها بروتوكول زي ما اتعودنا. يحط كام بقى الاي بي بتاعنا؟ كام ده 1 2 اللي هو 1 9 5 8 1 2. انا عايز ابنج على مين؟ على 4 8. طب وبعدين يوم جاي حاطط بعد كده ايه حاجتين لو تفتكروا تي تي ال وايه كمان وتشيك صم. تي تي ال عرفناها، عرفنا فايدتها ايه، واللي تشيك صم دي عشان اللي هيستلم الداتا يعرف مصادر سليمه ولا ايه. والله بس كده دول اي بي فيرجن 4 بروتوكول انتهى. انت هنا شغال الداتا هتطلع من فتحه ار جي 45 هتعدي في سويتش على السك، يبقى لازم الداتا قبل ما تطلع يتحط لها ايه؟ يتحط لها مكات. مين اللي مسؤول في بيئه اللان عن وضع المكات في الداتا؟ ايثرنت 2. يحط 3 حاجات، سورس ماك، الماك بتاع الجهاز انا ايه؟ اكس. سؤال الداتا دي هتتبعت للراوتر ولا 4 8 ده معايا في الشبكه؟ مش معايا، هتتبعت للراوتر، يبقى تتحط على ماك مين؟ ماك الراوتر. يبقى المفترض يتحط هنا ايه حضرتك؟ ام. ده كده شكل الداتا اللي طالعه من عندي. بص يا سيدي هتطلع كده تروح لده، الراجل ده عايز ياخد قرار اذا كان هيطلعها كده ولا كده ولا كده. الراجل ده بياخد قرار بناء على ايه؟ على المكان. احنا بس نسينا الايه؟ هنا الاف اف سي اس. ايثرنت بيحط سورس ماك، ديستنيشن ماك، اف سي اس. هتوصل لده، الراجل ده عايز ياخد قرار، ياخد قرار بناء على الماكات. يلاقي ان هي عايزه تروح لام، طبعا الراجل ده عنده ماك ايه؟ ماك تيبل، ومتسجل فيه ان ام على الفتحه دي، فالداتا تطلع كده توصل للراوتر. بص بقى الراوتر يعمل ايه؟ ركزوا معايا. الراوتر اول ما تجيله الداتا يتاكد من الاف سي اس ان هي وصلته ايه؟ سليمه. وصلت سليمه يقرا الماكات اللي فيها ويرميها، شكرا. احنا قلنا دول المكات دي بينتهي مجرد ما ده توصل من النقطه دي للنقطه ايه؟ المفترض بقى لو كانت الفتحه الثانيه ار جي 45 برضه كانت وهي طالعه من الفتحه اللي قصادها هيتحط لها مكات ايه؟ مكات جديده. لكن بالنسبه لنا هنا الداتا لما هتطلع من فتحه ار جي 11 مش 45، فهنشوف اللي هيحصل فيه. المهم الراجل ده هيعمل ايه؟ من الاف سي اس يتاكد ان هي وصلت سليمه، يقرا المكات ويرميها. وبعدين يبص على الاي بي هات. الراجل ده المفترض عنده راوتنج ايه؟ تيبل. بس الراوتنج تيبل ده بيبقى متظبط في ايه؟ على شماله الشبكه دي، على يمينه الشبكه دي. طب وباقي الشبكات؟
مش احنا قلنا الراوتر ده بيقولوا عليه ستوب راوتر؟ ستوب راوتر يعني في الطرف عشان يوصل. فاكرين اخر احصائيه الانترنت هنا كام شبكه؟ 800,000 شبكه. مش معقوله بقى هاجي على ده اديله بيانات ال 800,000 شبكه. فده انا هاجي عليه اقول له ايه؟ اي بي روت اللي يوصلك لصفار صفار 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 اطلع منين؟ من ناحيتي. ما تقلقش الكلام ده بيبقى جاي متظبط على الراوتر ده اوتوماتيك، ان هو لو حد ساله على اي شبكه يبعت لده وهو ايه؟ هو يتصرف. يبعت له اي اس بي ولا يتصرف. اذا الراجل ده شايف ان الجيل ده جاي من 1-2 عايزه تروح ل 4-8، 4-8 ده مش من ضمن الناس اللي في الجدول، يبقى هيبعت لمين؟ الاي اس بي، صح كده؟ اه بس قبل ما يطلعها يعمل ايه في التي تي ال؟ يقللها بواحد. طالما غيرت هنا في الجزء ده يبقى لازم تحط تشيك صام ايه؟ جديده. اه طب وبعدين وانت بتطلعها لو كانت هتطلع من فتحه ار جي 45 كان يتحط لها مكان جديد، لكن حضرتك المره دي يطلع من فتحه ار جي 11 شغاله بتقنيه الاي دي اس ال. الفتحه دي بقى بيبقى شغال عليها بروتوكول تاني غير ايثرنت 2 اسمه ايه؟ اي تي ام. ده بقى يعمل ايه في الداتا؟ قبل ما تطلع يقول لها استني احط لك ايه بقى المره دي؟ الفي بي اي بي سي اي، عشان خاطر عيون مين؟ السويتش ده. تمام كده؟ عشان كده بقول لك لو الرقم ده غلط او انت نسيت تحطه يبقى الداتا مش هينفع تطلع، لان انت مش حط، او لو حطه غلط لما توصل لده، ما ده لو انت بعت له داتا مثلا هنا بماج غلط او بفي بي اي بي سي اي غلط يبقى مش هتوصل للراوتر بتاع الاي اس بي، صح كده؟ لكن لو انت حاطط الرقم ده صح هتطلع الداتا من هنا. بص بقى مين شايف الجزء ده هيتغير المره دي؟ هيبقى اللي حاطط الجزء ده مين؟ بروتوكول اللي هي الاي تي ام. وحاطط ايه بقى؟ حاطط ان الداتا دي رايحه ل 0.35 ويحط لها اف 6 تطلع كده توصل لده. اذا انت عايز تكلم 0.35 ده بناء على الجدول اللي عنده متظبط ان لو جات له داتا من اي فتحه ب 0.35 يبعتها لمينها؟ لاي اس. يبقى الداتا فعلا هتوصل لمين؟ للاي اس بي. ده شكل الايه؟ توصل الاي اس بي. الاي اس بي بقى عنده ايه؟ عنده راوتنج تيبل يقدر يوصلك لمين؟ الاربع ثمانيات، وتبدا تسافر تسافر وتروح الاربع ثمانيات وترجع لك وتبدا انت ترد على الجهاز اللي انت بتتكلم. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طبعا قبل خروج الداتا ديت المفترض ده اول ما بيشتغل بيعمل حاجتين، اوثنتيكيشن يبعت بياناته للسيرفيس بروفايدر عشان يتاكد من هويته، تاني حاجه يقول انا محتاج اي بي، الفتحه دي تاخد اي بي عشان الناس كلها وهي طالعه تخمس جهاز الايه؟ جهاز الاي. من ضمن بقى الحاجات اللي شركات النت بتعملها دلوقتي حاجه بيسموها فير يوز بوليسي، سمعتوا عنها؟ اللي هي بيقولوا عليها سياسه الاستخدام العادل. ايه سياسه الاستخدام العادل؟ بص يا سيدي، المفترض الراوتر اللي سيسكو او سوري السيرفيس بروفايدر حاطه في السنترال ده والدسلام ده مش ليه ماكسيمم سبيد؟ يعني مثلا ممكن تلاقي الفتحه دي سرعتها مثلا 100 ميجا. يبقى المفترض لو السيرفيس بروفايدر ده هيوصل لكل كاستمر سرعه 1 ميجا، يبقى المفترض ماكسيمم كام كاستمر؟ لو الفتحه دي سرعتها 100 ميجا يبقى اخره كام كاستمر؟ 100، صح كده؟ طب لو وصل لعدد اكبر من كده او لسرعات اعلى من كده هيحصل ايه عند السيرفيس بروفايدر؟ فاكرين؟ هيحصل كونجيشن، بعت داتا زياده عن، ويضطر ان هو يعمل دروب لداتا او يبطئ سرعتك وهكذا. تبدا انت ككاستمر تشتكي. يعني لو هو عمل لوك كبير وصل عدد كبير من الكاستمر زياده عن الوضع الطبيعي بتاعه اللي هو يستحمله هتبدا الناس تشتكي. طب ايه رايك بقى ان هو حتى لو اللينك بتاعه ده 100 ميجا بيقوم جاي موصل مثلا 200 كاستمر؟ ويا عم لو كل كاستمر من الكاستمر ده عنده سرعه 1 ميجا كان المفترض عشان الناس ما تشتكيش يبقى اللينك ده سرعته قد ايه؟ 200 ميجا. لا هو هيسيبه 100 ميجا زي ما هو. معتمد على ايه بقى؟ ان هو حتى لو موصل نت ل 200 كاستمر
هل كلهم هيبقوا فاتحين النت مع بعض في نفس الوقت؟ يعني هل مثلا الاجهزه اللي قدامك كلها شغاله في نفس الوقت وتلاقي نصها شغال نصها مش شغال؟ اقول لك حتى لو انا وصل 200 كاستمر مش كلهم هيبقوا شغالين، ممكن تلاقي واحد في شغله مش شغال نت دلوقتي، واحد تاني نايم، واحد تاني مش عارف صاحي، وهكذا. وحتى لو انت شغال على النت انت ممكن تكون شغال على النت وبتتصفح بعض المواقع، يعني مش مستخدم السرعه الكامله ايه الكامله بتاعتك. بالتالي انا ممكن اوصل ل 200 كاستمر ورغم كده الناس ما تشتكيش، الا اذا بقى كانوا 200 كاستمر يعني في وقت معين كانوا كلهم فاتحين وكل واحد بيعمل داونلود بالسرعه الايه الكامله بتاعته، ساعتها الناس تبدا ايه تشتكي. طب وبعدين المفترض بقى عشان الناس ما تشتكيش سيرفيس بروفايدر ايه ما يزودش عدد الكاستمر للعدد الرهيب ده. المشكله بقى ان في ناس بتعمل ايه، هو يوصل نت دي 1 ميجا مثلا ولا 4 ميجا ويقوم جاي ما شاء الله موزع على العماره كلها والناس اللي حواليه ومش عارف ايه وهكذا، فكده الكاستمر ده مليون في الميه هيبقى صاحي طول الايه الوقت، لان هو موزع على كذا ايه على كذا حد، فلو واحد نايم التاني صاحي وهكذا. وتلاقي ايه الكاستمر حتى لو هو نايم تلاقيه سايب الجهاز عمال يحمل ينزل في حاجات، حتى لو انت مش صاحي انت برضه مستغل الايه السرعه بتاعتك. فاصبح السيرفيس بروفايدر مش قادر ان هو يزود عدد الايه الكاستمر. ليه؟ لان لو زاد عدد الكاستمر تبدا الناس تشتكي، لان هو الاجهزه اللي عنده استيعابها عدد معين. فعملوا لك حاجه اسمها ايه بقى؟ سياسه الاستخدام العام. ان حضرتك الكلام ده ما كانش موجود زمان، لما تيجي توصل نت يقول لك خلي بالك انت اخرك 100 جيجا في الشهر مثلا سرعه 8 ميجا واخرك 100 جيجا بير مانث الشهر. يعني لو حجم الحاجات اللي حملتها من النت زاد عن 100 جيجا النت يا اما يفصل عندك يا اما يقلل لك السرعه يخليها مثلا 1 ميجا ولا حاجه. ليه؟ عشان انت تبقى حريص زي الباقه اللي انت بتعملها على الموبايل. مش انت بتعمل باقه مثلا ب 50 جنيه في الشهر يديك 2 3 جيجا؟ انت بتبقى خايف وانت بتفتح اي حاجه ما تشغلش فيديوهات ما تحملش حاجات عشان الباقه ايه ما تخلص. شفت هو وصلك لمرحله ايه؟ ان انت خايف تستخدم النت عشان الباقه بتاعتك ايه ما تخلص. طبعا الباقات على الموبايلات بتبقى غاليه، تلاقي باقه 1 جيجا مش عارف ب 10 20 جنيه، لكن الباقات على التليفون الار جي ارخص. انت ممكن تبقى مشترك بتدفع 150 جنيه في الشهر وليك مثلا باقه 150 جيجا ولا 100 جيجا تمام اكبر، بس على الاقل برضه حتى لو 100 جيجا انت هتبقى يعني وانت بتعمل داونلود بتعمل داونلود بحساب، مش هتسيب بقى الجهاز 24 ساعه وانت نايم عمال ايه عمال يحمل. وبالتالي انت في اوقات كتيره هتبقى خايف على الباقه بتاعتك لايه لا تخلص، وبالتالي يقدروا هم يزودوا عدد الكاستمرز براحتهم والناس ما تشتكيش، لان كل كاستمر من كاستمر حريص جدا ان هو ما يسيبش الجهاز يحمل كتير، يعني يستخدم على قد اللي هو محتاجه بالظبط عشان الباقه هي عشان الباقه ما تخلص وهكذا. فدي بيسموها ايه؟ ايه؟ داونلودنج بس الجيجا دي داونلود وابلود. يعني انا عملت داونلود لملفات 900 ميجا لقيتهم طاروا كلهم من بره مع انه ابلود مش داونلود. تمام؟ اي سؤال لحد دلوقتي؟ دي بيسموها فير يوز بوليسي. الهدف منها ايه؟ ان هو يزود كاستمرز براحته والناس ما تشتكيش. طب هي السرعه بيحصلها ازاي؟ مثلا وصل سرعه 5 ميجا. 5 ميجا مش مفروض احملها في الثانيه 5 ميجا؟ اه. انت قصدك اصل بص هو لما بيوصل لك نت لما بيوصل لك نت 8 ميجا مثلا ده بيبقى ايه بقى؟ عشان في هنا شغل تجاري شويه. 8 ميجا بيت بير سكند. بيت في حاجه اسمها بيت في حاجه اسمها بايت. البايت ده 8 بيت. تمام كده؟ انت بقى متوقع ان انت لما تيجي تحمل حاجه تحمل حاجه ب 8 ميجا. انت تيجي تحمل حاجه تلاقيها بتحمل ب 1 ميجا. الله، هو انا النت بتاعي 1 ميجا ولا 8 ميجا؟ لا هو 8 ميجا بيت بير سكند، بس البرنامج اللي انت بتحمل بيه بيقيس لك السرعه بالبايت مش بالبيت. معايا ولا ايه؟ معظم برامج التحميل وانا بحمل حاجه من النت كده بيبقى جايب لك السرعه اللي انت بتحمل بيها، فتلاقيه كاتب لك كده 1 ميجا وتلاقيه كاتب لك البي كابيتال. ها بس لو كتبت البي سمول يبقى كده بيسالك بالبيت،
لو كتبت بيه كابيتال يبقى بيسهلك بايه؟ بالبايت. فتلاقي البرامج اللي بالداونلود جايب لك السرعه بالبايت. فانت هتلاقيها حضرتك لما تقسم الرقم ده على 8 تلاقيه يبقى 1 ميجا بايت بير سكند. وصلت؟ البرنامج بيحسبها بالبايت مش بالبيت. بس هي السرعه هي 8 ميجا بيت. هو ما ضحكش عليك، هو عطيها لك 8 ميجا بيت. بس البرنامج اللي انت بتحمل بيه عارف لو البرنامج اسهب البيت تطلع 8 ميجا، لكن البرنامج بيسهب الايه؟ بالبايت. طب انا لو موصل نت 16 ميجا هتلاقي البرنامج هو بيحمل بكام؟ اقسم على 8 تلاقيه بيحمل ب 2 ميجا، 2 ميجا بايت. فانت تفتكر ان ايه؟ ان شركه النت ضحكت عليك وان هم موصلين لي حاجه غير اللي ايه اللي بيقولوها. لا، هو السرعه اللي هو طبعا عشان الرقم يبقى كبير فبيقوله لك بايه؟ بالبيت مش بالبايت، عشان يبقى الرقم كبير. لكن لما تقسمه على 8 يطلع رقم ايه؟ رقم صغير. اي سؤال لحد دلوقتي؟ لو انا عايز اتست السرعه بتاعتي اعرف انا واصل لي سرعه كام، في كذا طريقه. بصوا كده، في مواقع كتير اسمها تيست سبيد. يعني انا ما اعرفش هما دلوقتي موصلين نت هنا في الشركه كام، فانا ممكن اعمل ايه؟ رايك اجرب اداونلود فايل من النت واشوف سرعه الداونلود وبناء عليها اعرف انا موصل نت دي. بس بشرط الطريقه ديت لو انت هتستخدمها ما يكونش في حد معاك في الشبكه في نفس اللحظه بيعمل ايه داونلود، والا لو انتوا الاثنين تعملوا داونلود يبقى السرعه هتتقسم عليكم. تمام؟ ففي وقت ما يكونش في حد معاك في الشبكه شغال تيست بقى في مواقع كتيره، بدل ما انت تقعد تداونلود فايل هو هيعمل لك الموضوع ده بالنيابه عنك. يعني تعال نشوف كده هم موصلين النت هنا كام. خد بالك هو حاسبها لك هنا بالبيت بير سكند، واضح ان هو ده ايه، ده نص ميجا ده ولا ايه؟ طبعا ساعات السرعه اللي تبقى واصله لك ابطا من السرعه اللي انت مشترك فيها، يعني ايه نتيجه ان في ناس كتيره مشتركه من الشركه. يعني واضح ان هو هنا واضح ان النت 1 ميجا، 1 ميجا بيت اللي هو 700، مفترض طبعا يبقى 1024. او في حد دلوقتي ايه بيحمل حاجات تحت، مثلا حد شغال على النت فاتح حاجات، فدي السرعه اللي واصله لجهازي انا دلوقتي. فالطريقه دي مش دقيقه. الطريقه دي تبقى دقيقه امتى؟ لو انت فصلت كل الاجهزه ومفيش جهاز طالع نت غير الجهاز بتاعك انت بس. تمام كده؟ هنا هيسالك بايه؟ بالبيت اوت. يعني دي حتى لسه ما كملتش 1 ميجا، فاضل لها ربع ميجا وتكمل ال 1 ميجا. طب الطريقه بقى الادق ايه؟ ان انت تخش على اعدادات الراوتر نفسه. من ضمن الحاجات اللي بتظهر لك في الراوتر، بصوا كده لو انا رجعت للفايل ده، الراوتر ده لو انت مظبط اعداداته كلها صح، الفي بي اي والفي سي اي واليوزر والباسورد ومشترك في النت وكل حاجه تمام، المفترض يظهر لك ايه؟ لو دخلت على اعداداته تحديدا في صفحه بتبقى شبه دي كده، بص جايب لك هنا ايه الستيتس، حاله الراوتر. تمام؟ المفترض على فكره لو الراوتر ده واضح ان هو مش كونكتد بالانترنت، لو هو كونكتد بالانترنت تلاقي هنا الاي بي والماسك دول ايه؟ مش انا قلت لكم الفتحه بتاعت الوان لما بتشتغل وتكلم الاي اس بي، الاي اس بي بيديها اي بي، المفترض يظهر لي هنا الاي بي اللي انا خدته من الاي اس بي. طالما جايب لي صفار يبقى اتصالي بالاي اس بي فشل، لكن لو جاب لي اي بي يبقى اتصالي نجح. والمفترض كمان بيجيب لك السرعه اللي وصلك من الاي اس بي، يعني اقدر اعرف من الراوتر. تعالى اوريها لك حتى كده ايه سكرين شوت ليها، وانا حاطط هنا باين سكرين شوتس. ابص انا حاطط لكم في الماتيريال هنا فايلات كده اسمها ADSL status، اللي هي نفس الصفحه اللي انا دخلت عليها هنا الستيتس ديت، بس من راوتر تاني. بس بقى لما تيجي تخش على الستيتس تلاقي جاب لك ايه؟ ده دليل على فكره ان اعداداتك صح. شايف هنا كاتب لك كام الاي بي؟ ده الاي بي البابليك اللي هتاخده الفتحه الار جي كام؟ ار جي 11. عارف لو لقيته هنا مكتوب صفار
معناها اتصالك بالاي اس بي فشل او في مشكله. وقال لك هذا الاي بي انا اخدته عن طريق بروتوكولي ها التريبل بي او اي اللي هو ده فيه كل مميزات التريبل بي. طب مش بس كده، جايب لك هنا ايه كمان؟ جايب لك السرعه اللي واصله لك دلوقتي من السيرفيس بروفايدر كام؟ 4000 وشويه، يعني كده 4 ايه 4 ميجا. طب ده ايه ده؟ ده داونلود او بيسموه داون ستريم. طب اب ستريم بقى ابلود، احنا قلنا بيبقى ربع ايه؟ ربع الداونلود بماكسيمم 1 ميجا. بص الابلود كام؟ 512. طب ايه بقى الرقم اللي تحته؟ الرقم اللي تحته ده بيقول لك خطك يستحمل لحد كام، عشان لو انت حابب تزود السرعه بتعرف انت من الراوتر بتاعك ان خطك يستحمل لحد كام. هنا 10 ايه؟ شايف الابلود اخره كام؟ زي ما انت شايف 1180، يعني 1 ميجا. الابلود الداونلود بتاعك معاك لحد 10 ميجا. انا ممكن اكلم شركه كده اقول لهم لا يا جماعه انا عايز خط 8 ميجا، نت 8 ميجا. ساعتها هو ايه؟ هو هيزود لي السرعه من عنده. خد بالك انا بقى عشان اتاكد ان السرعه الجديده وصلتني اخش انا بقى على ايه؟ على الراوتر، اخش على الحاجه اللي اسمها ستيتس، اشوف بقى ايه هل فعلا الداتا ريت هنا بقت 8 ولا لسه زي ما هي كام؟ 4. مهمه جدا جدا الحته ديت. اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. انا واخد لكم سكرين شوتس اهي كمان، بصوا كده. لا ده دي دي ان اس لسه، دي هنشوفها. احنا كده الحمد لله خلصنا ال ADSL راوتر، اللان سايد باعداداته والوان سايد برضو باعداداته، شفنا الليدات، شفنا الوان اي بي الداون ستريم والاب ستريم، كل ده شفناه. انا كده كلمتك على تقنيه الاي دي اس اللي اقصى سرعه عليها كام؟ 24 ميجا. ابلود كام؟ 1 ميجا. لو انت شايفها مش مناسبه ليك، في عندك خدمتين كمان ممكن يقدمهم لك السيرفيس بروفايدر. واحده اسمها اس دي اس ال، دي بقى حضرتك الداونلود فيها قد الابلود تمام، بس اخرها 2 ميجا، يعني هيبقى 2 ميجا داونلود 2 ميجا ايه ابلود. ولو انت استخدمت هذه التقنيه مش هينفع تستخدم التليفون معاها، يعني هو هيبقى نت بس، استغنى بقى عن التليفون، لان في هذه التقنيه الكابل اللي جاي لك من السنترال مش هينفع يتبعت لك عليها غير اشاره الايه؟ الانترنت فقط. لو انت عايز انترنت وفويس يبقى خليك في ايه بقى حضرتك؟ تقنيه الاي دي اس ال اللي هي الابلود بتاعها اخره كام؟ 1 ميجا. فديت كده الميزه فيها ان الابلود هيوصل كمان لكام؟ ل 2 ميجا. طب يا عم انا محتاج التليفون ومحتاج ابلود، عندك تقنيه كمان اسمها في دي اس ال. الفي دي اس ال بقى دي داونلود توصل ل 70 ميجا، بس الراوتر بتاعها غالي، هيبقى راوتر برضه فيه فتحه ار جي 11 بس مكتوب عليه في دي اس ال، وده راوتر برضه فيه فتحه ار جي 11 مكتوب عليه اس دي اس ال. هنا بقى الفي دي اس ال هتجيب الراوتر الفي دي اس ال ده او الشركه تديهولك، بس ده بيبقى مكلف. ممكن توصل معاك ل 70 ميجا، توصل ل 70 ميجا، ده مش معناه ان انت هتوصل 70 ميجا، ممكن توصل 20 ميجا، او هم عاملين باقات، باقات كده معينه باحجام مش فاكر قيم كام بالظبط، يعني مثلا باقه ال 15 ميجا، باقه ال 20 ميجا، باقه ال 30 ميجا او ال 50 ميجا وهكذا. وكل باقه ليها سرعه الابلود بتاعها، يعني مثلا ممكن تلاقي باقه ال 50 ميجا، 50 ميجا داونلود 5 ميجا ابلود مثلا، بس اقصى حاجه للفي دي اس ال كام ميجا ابلود؟ 10 ميجا. فدي تكلفة يعني أعلى والراوتر بتاعها أغلى، يعني لو أنت محتاجها في شركتك ممكن تجيب. أي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب نوقف بقى الفيديو على كده ونشوف كده فيديو جديد. ده في دي اس ال عامل كام؟ 1190. ممكن بقى تشتري من بره عشان تشتري الشركة. ممكن تكون الشركة عاملة عرض، أصلا الشركة الطبيعي إن هي تديك الراوتر ده العادي اللي هو العادي ببلاش، فممكن تكون هي عاملة عرض. بصي ده عامل كام؟ ده في دي اس ال واي دي اس ال، ده عامل 1637. هو بقى بيقول قال لي قالت كبيرة لازم تجيبيه من فرع فيه كمان، مش أي فرع. يبقى هم عاملين عروض عليه.